كان انت هتعمل دي هتتذاع؟ لا 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 صلي على جثتك. لا حبيبك انا حبيبك والله حبيبك والله. مدت ايديها عليه وهددته انها مش هتذيع الحلقه حتى لو على جثتها. قال لها كلمتين حلوين ورجعت الميه لمجاريها، بس جمهورها سرح لبعيد قوي بخياله. كلامي هنا عن خناقه غادة عبد الرازق مع رامز جلال في كواليس برنامجه رامز تحت الصفر. حكايتها هتتقال اول مره في الفيديو اللي معايا ده، ازاي بعد 5 سنين تظهر المفاجآت اللي ورا خناقه رامز جلال وغادة عبد الرازق دي. ازاي مدت ايديها عليه وشتمته؟ ليه هددته؟ خليكم معايا هقول لكم كل اللي حصل. طبعا اللي هيسمع الكلام ده هيقول ايه اللي حصل، وعشان تبقوا عارفين في جمهور كتير على السوشيال ميديا افتكر حكاية الخناقة دي وتفاصيل اللي حصل بعد 5 سنين، عشان من بعدها غادة عبد الرازق ما وقعتش ضحية تاني لرامز جلال. وكمان الحلقة اتذاعت بسبب طريقة رامز جلال مع غادة، وكل افتكر اللي عملته غادة عبد الرازق في الحقيقة. طب هي ايه الحكاية؟ غادة عبد الرازق من النجمات التقيلة اللي بتظهر في المسلسلات، ولما بتظهر بيكون ليها شنة ورنة زي ما بيقولوا. غادة محبوبة وليها جمهور كبير جدا، وعلشان الجمهور دايما بيعيش مع الحاجات الحلوة اللي بتعجبه، في بوست لف السوشيال ميديا كلها على الحلقة دي، وكله فاكر تفاصيلها وكلامها والإفيهات اللي اتقالت فيها. وكمان عشان رامز جلال أخد علقة معتبرة لحد ما قدر بلسانه الحلو يخلي غادة ترضى عنه وتسكت بعد ما كانت على آخرها، وفضل الموضوع رايح جاي ما بينهم لحد ما نزلوا بتتر النهاية. تقريبا كده رامز جلال كان بيغامر جامد جدا لما قرر يعمل مقلب في غادة عبد الرازق، وأول ما كشف عن وشه وشخصيته اللي هي كوبر اللي ظهر بيها قال لها اهدي يا غادة وصلي على النبي. راحت شتماه وتقول له انت فاكر انت بشوية الحاجات اللي عملتها دي الحلقة دي هتتذاع؟ لا انسى خالص. ويقول لها انا حبيبك، تقول له اخرس، يجي لها يمين تجي له شمال، وتقول له غور من وشي، انت عامل لي تلج وانا اتجرجر على ظهري، طب لو حصل لي حاجه هتنفعني؟ طيب مش هتتذاع، مش انتوا عاملين كل ده وصارفين كل ده عشان تصوروا؟ طب والله ما هتتذاع، وعامل لي كوبر. كوبر مين؟ وتشتمه وتقول له يمشي من وشها عشان هتدي له علقه محترمه. وده كان الحوار ما بينهم لحد ما قرب منها وقال لها شايفين الأنثى اللي قدامي دي؟ وتخيلوا بقى الوش السعيد اللي اتغير بالكلام الحلو، واتذاعت الحلقة ومشيت الأمور. الجمهور على السوشيال ميديا فاكر تفاصيل التفاصيل، وبيشوف ان دي من احلى الحلقات اللي عملها رامز جلال، وكمان افتكروا بقى الحوار اللي بينهم لما قعدوا خلاص. وبعدين يكلمها عن التاتو وتقول له ده معناه الايمان والعزبه، ويقول لها عزبه ايه؟ وتشتمه تاني. وفضلت التعليقات بين الجمهور كله افيهات وذكريات، لكن اللي راحوا بعيد في الحلقه كانوا كتير، وقالوا اللي محدش كان يتوقعه عن الخناقه واللي عملته غادة عبد الرازق في الحقيقه. رغم اللي حصل بين غادة عبد الرازق ورامز جلال حقيقي، لكنه مشي في سكه الهزار وانتهت حكايته. بس غادة عبد الرازق حصل لها خناقه زي دي بجد في الواقع، وكل افتكر خناقتها مع المخرج محمد سامي، وان اللي حصل في حلقه رامز جلال شكله كده كان بروفا اللي هيحصل في الحقيقه وبجد. ناس كتير مش ناسيه تفاصيل التفاصيل، ولكن في اللي رد وقال ان غدا ما ضربتش بنفسها، دي بعتت ناس ليه. ومن هنا بقى الموضوع اتفتح. اتقال وقت الازمه بين غدا عبد الرازق ومحمد سامي ان سبب الخلاف حصل في كواليس مسلسل حكايه حياه، وسامي وقتها اتهم غادة عبد الرازق انها اجرت ناس ودخلوا شقته وهددوا بعياله، وده اللي نفته غادة في لقاءاتها وقالت لا ده هو كان بيشتم العاملين في مسلسل حكاية حياة، ولما اعترضت على اسلوبه مسكها من هدومها. ومحمد سامي في كل لقاء ليه قال انه مستحيل يشتغل تاني مع غادة عبد الرازق ولا هيجمعهم اي شغل نهائي، رغم ان غادة عبد الرازق حاولت تصالحه بطرق غير مباشرة، بس هو عنده اصرار على قراره.